كل كلام اتقال. حاولت ابعد عنك لكني برجع وعيد نفس الكلام. اكلمك ما بتسمعنيش، افهمك ما بتفهميش. مفيش بينا اتفاق، مفيش بينا اتفاق مع ريهام وامير كل يوم في رمضان على نجوم اف ام. نجوم اف ام، رمضان النجوم. وحياتنا خناق في خناق. انا مش مصدق يا حبيبتي، احنا فرحنا الاسبوع الجاي اخيرا. وانا كمان يا حياتي، تخيل بعد السنين دي كلها اخيرا فعلا. ياه، تعالي نسمع مزيكا. حاسب يا امير، امير حاسب حاسب حاسب. ها وحش، عامل ايه؟ انا كويس يا دكتور. ريهام عامله ايه؟ انا عندي اخبار وحشه، ريهام عندها فقدان في الذاكره. يا نهار اسود يا دكتور، ده احنا فرحنا الاسبوع الجاي. معلش يا ابني، قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. ونعم بالله يا دكتور. كلم حد من اصحابها والتفوا حواليها كده، ممكن ترجع لها الذاكره تاني. ايوه يا جيجي. ايوه يا مجرم يا سافل. ليه بس؟ مش كفايه اللي انت عملته في صاحبتي؟ مش وقت الكلام ده دلوقتي، احنا لازم نلتف حواليها ونحاول نرجع لها الذاكره. انا فرح الاسبوع الجاي يا جيجي. هشوف. مش هنسالك الخدمه دي عمري. يا ريتها كانت جت فيك انت. كتر الف خيرك، متشكر قوي. على ايه يا اخويا، يلا باي باي. ايه يا عم، ما انت زي الفل اهو، ما لقيتني عليك كده ليه؟ الحقني يا بنص، ريان فقدت الذاكره. هي دي فرصه عمرك يا نجم، اخلع بقى بلا جواز بلا قرف. والنبي بص، انا بقول ايه وانت بتقول ايه؟ يا ابني الجواز ده مصيبه، اخلع وموت موتة ربنا احسن. دلوقتي احنا لازم نلتف حواليها عشان نرجع لها الذاكره. وماله يا اخويا، نلتف وليه لا؟ ازيك يا ريهام؟ انت مين؟ انا امير خطيبك، ودي جيجي صاحبتك، وده بنس صاحبي. انا ما اعرفكمش اصلا، اطلعوا برا. انت جالك فقدان في الذاكره واحنا بنحاول نرجعها لك، والدكتور قال ان كل واحد فينا يقعد معاك شويه ويحاول يحكي معاكي عشان يرجع لك ذاكرتك تاني ان شاء الله على مدار الاسبوع ده. اليوم الاول. ازيك يا ريهام؟ اهلا. انت مش فاكراني؟ انا امير خطيبك. لا مستحيل، انا مش حاسه اي حاجه من ناحيتك خالص خالص، ومستحيل اكون مع واحد زيك اصلا. انت مش شايف انت عامل ازاي؟ اليوم الثاني. ريكو ازيك يا حبيبتي؟ هاي، ازاي؟ انا جيجي، انا الوحيده اللي بتخاف عليكي وبتحبك. انت عارفه حاجه، انت شكلك طيبه خالص، انت الوحيده اللي بجد هتقدري تحكي لي ايه اللي كان بيحصل فعلا. بصي، اول حاجه اوعي تصدقي الواد امير ده، كل حاجه هيقولها لك كدب في كدب. انا حسيت بكده برضو. اليوم الثالث. ازيك يا قطه؟ ازيك؟ انت مش فاكراني ولا ايه؟ انا بنس. بص بصراحه انا مش فاكراك، بس انا مستريحه لك قوي. وانا كمان والله، كتر الف خيرك. لا انا بجد مستريحه لك، وحاسه ان انا اعرفك من زمان جدا. وانا كمان حاسس ان انا هحبك جدا. وانا كمان. طب ما تفكك من الجو ده، نخلع من هنا. يلا بينا. اليوم الرابع. انت عارفه حاجه يا جيجي، انا بحس ان انا معجبه ببنس قوي بصراحه. بنس؟ بنس هو ود كويس قوي بصراحه. تفتكري بجد يا جيجي يعني مثلا تصرفاته قبل كده كانت عامله ازاي؟ بيرفكت، ولد عمرك ما هتلاقي زيه في حياتك. انا برضو بقول كده. يلا ربنا يسهل لكم كل اتنين ان شاء الله. يا رب يا جيجي، اسمع من بقك ربنا. اليوم الخامس. الو، ايوه امير. ايوه دكتور، خير؟ ريهام رجعت لها الذاكره تاني. الحمد لله يا دكتور، انا هاجي حالا. بس خد بالك، الذاكره ممكن تروح وتيجي تاني. يعني اعمل ايه يعني؟ ابقى كارك معاها. ماشي يا دكتور. سلامتك يا ريهام. الله يسلمك يا امير. انا كنت هموت من غيرك. وانا كمان متشكره قوي ان انتوا وقفتوا جنبي. بنس ده لذيذ قوي على فكره. كتر خيرك يا عسل. وانا بقى مش لذيذه؟ لا انت طيبه قوي، اعوذ بالله. طيب يلا حبيبتي، احنا فرحنا بكره على فكره. يلا يا امير. انت فين يا ريهام؟ المعازيم بره مستنيين. انت مين؟ انا مين؟ انا امير.
امير مين؟ انا معرفش حد بالاسم ده. يا نهار اسود. الو الو، الحقنا يا بنس. مالك يا ابني، في ايه؟ ريان فقدت الذاكره تاني. لا حول ولا قوه الا بالله. معلش معلش، خليك انت هنا وانا اتصرف. ماشي يا بنس. الو. ايوه ريهام. ايوه يا بانس. بقولك ايه، سيبك منه، دعاي لاهبل. المهم انت عامله ايه يا قطه؟ كويسه. وتاني يوم الصبح. كده يا ريهام، ما تجيش الفرح امبارح؟ معلش انا لسه تعبانه وذاكرتي مش مساعداني خالص. باظ الفرح يا ريهام. ما فيهاش حاجه يا امير، السنه الجايه بقى ان شاء الله. لسه هستنى السنه الجايه؟ يا نهار مش فايت. حبيتك انت غصب عني وقلت كل كلام اتقال، حاولت ابعد عنك لكني برجع وعيد نفس الكلام. اكلمك ما بتسمعنيش، افهمك ما بتفهميش. استنونا بكره في نفس الميعاد، مفيش بينا اتفاق. كتبها امير عيد، تمثيل ريهام الشيخ، أمير عيد، هند رضوان، أحمد وليد، إخراج رامي محسن. وحياتنا خناق في خناق.